اعتصام 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 نسخط باقي النظام. لعل محدودية أعمال العنف أهم ما ميز الاحتجاجات العارمة المطالبة بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح منذ انطلاقها في شهر كانون الثاني يناير الماضي. فمع أن حيازة السلاح ظاهرة متفاشية في المجتمع اليمني، فقد غابت مظاهر المسلحين وإلى حد كبير خلال الحركة الاحتجاجية، وظلت الاشتباكات ظاهرة محدودة. كانت مدينة تعز قد شهدت في الأيام الماضية اشتباكات بين مسلحين مؤيدين لشباب الثورة وعناصر من قوات الحرس الجمهوري، سقط خلالها عدد من الضحايا. وخلال الساعات الماضية قتل شخص في تعز وجرح ثلاثة آخرون عندما أطلقت قوات موالية للرئيس صالح النار على مظاهرة في شوارع المدينة. كان المتظاهرون ينددون بعسكرة المدينة لدى مرورهم قرب ثكنة عسكرية في أحد الأحياء، فحملت عليهم قوات الأمن وفرق صفوفهم. على خلاف تعز اتسمت احتجاجات العاصمة صنعاء بالهدوء إلى حد ما، باستثناء ما تخللها من واجهة محدودة أيضا بين مناصري الثوار المطالبين بإنهاء حكم صالح المستمر منذ 33 عاما والحرس الجمهوري وقوات الأمن. فيوم الاثنين الماضي أطلقت قوات الأمن نيران أسلحتها على متظاهرين كانوا يطالبون بتنحي صالح خلال احتجاج نظموه في الشارع الرئيسي في صنعاء، فقتل متظاهر وجرح ثمانية آخرون. وفي زنجبار عاصمة إقليم أبين تواصل وحدات من الجيش اليمني هجوما بدأته يوم الأحد الماضي ضد مسلحين تصفهم الحكومة بأنهم مرتبطون بتنظيم القاعدة. في آخر تطورات المعارك أعلن مصدر عسكري مقتل من وصفهما بالعضوين البارزين في تنظيم القاعدة، وهما عايض شبواني وعوض محمد صالح شبواني. المصدر وصف القتيلين بأنهما من العناصر القيادية الخطرة في التنظيم، وأشار إلى أن عشرات من وصفهم بالإرهابيين من عناصر وقيادي القاعدة قتلوا وجرحوا خلال المعارك. وفي المقابل تحدث مسؤولون عن مقتل وجرح عدد من الجنود. وبينما تراوح الأزمة اليمنية مكانها بدون بارقة أمل بحل وشيك لها، تتواصل تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على المدنيين في مدن وبلدات اليمن. ففضلا عن الأزمة الاقتصادية التي أثقلت كاهل المواطن اليمني، فمن المعتقد أن ما يصل إلى 90,000 يمني فروا من إقليم أبين إلى ميناء عدن ومدن أخرى مجاورة بعدما استولى من يوصفون بالمتشددين على زنجبار وجعار. احنا نزحنا من باطل الحروب الذي قامت بها الدوله. جلس شهر بيت ايجار في الشيخ، وجلس شهر بيت ايجار في قرم مصر، مش قدرت على كذا. جاء صاحب البيت كان اول اعطاني ب 40,000، فجاء قال الناس جو اعطوني نازحين في 60,000. وبينما يعرب قادة أمريكيون عن قلقهم من أن من يوصفون بالجهاديين قد استغلوا فراغ السلطة في صنعاء لتوسيع عملياتهم، يظل اليمن بذلك بين ضغط الاحتجاجات وتهديد المسلحين.